قرار اعتقال وملاحقة سيمو الجناوي أعاد تسليط الضوء على واقع ملف حقوق الإنسان في المغرب، وبالأخص حرية التعبير والرأي والمحاكمات التي يتعرض لها المدافعون عن هذا الملف. ففي فبراير من عام 2018 أصدرت محكمة في مدينة الحسيمة حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة على المحامي عبد الصادق البشتاوي بسبب منشورات على الإنترنت انتقد فيها استخدام القوة المفرطة لقمع حراك الريف. وفي وقت لاحق من ذات الشهر أصدرت المحكمة نفسها حكما مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر وغرامة بحق الناشطة نوال بن عيسى بسبب تعليقات نشرتها على الإنترنت وانتقدت فيها تعامل السلطات مع حراك الريف. وفي يونيو أصدرت محكمة في مدينة الدار البيضاء حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على كل من الصحفي ربيع الأبلق ومحمد الأصريحي مدير موقع ريف 24 وفؤاد السعيدي محرر صحيفة أورتيفي على موقع فيسبوك، فيما يتصل أيضا بتغطياتهم لأحداث حراك الريف. في نوفمبر الماضي أيدت إحدى محاكم الاستئناف في مدينة الرباط حكم السجن لمدة 5 سنوات الصادر ضد المرتضى عمراشن وهو أحد المحتجين في حراك الريف بسبب منشوراته على موقع فيسبوك. وبحلول نهاية عام 2018 كان الأستاذ الجامعي المعطي منجب والصحفي علي أنوزال يحاكمان بتهم عدة من بينها تهديد سلامة الدولة، وذلك بسبب ترويجهم لأهمية تطبيق صحافة المواطن. وفي يونيو الماضي دعا فريق الأمم المتحدة السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي الصحراوي محمد المنباري المسجون منذ عام 2015، وأكدت المنظمة أن احتجاز المنباري يعد انتهاكا لحقه في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة.